يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا في جولتنا الرمضانيه من جوله المسابقات بصحبه عصير تايم في مدينه جنين. عصير تايم المميز والاشهى دائما لكم، يعني انا بدي احكي لكم قصته، قصته قصه، وكاله كويتيه لكن عصير مذاق عالي، اذا جربتوه ما راح تنسوه بالمره. العنوان جنين بجانب بابايز، الكل بيعرف بابايز، روحوا جربوه ما راح تنسوه. خليكم معنا بهالجوله الحلوه، مسابقات وجوائز وهدايا دائما مع عصير تايم. من وراء الكاميرا سيكون برفقتي عبود زغلول، ومني انا منتصر العناني. من هو الشاعر الذي اطلق عليه الملاح التائه؟ ابو هاني تاه، تاه بالايجابي. فيش خيار، الخيار غالي والمنظوره غاليه يا حبيبي. الله ما بعرف. من هو الشاعر الذي يطلق عليه الملاح؟ لا والله، لا والله. شو؟ تعال. ايش؟ علي طه او علي، وين راح؟ او علي محمود طه. وين راح الحد؟ هيو أبو، تعال هون بس، تعال هون، تعال هون. شو اسمك؟ محمد كممجي. ايش؟ محمد كممجي. محمد كممجي. كممجي. سألنا من هو الشاعر الذي يطلق عليه الملاح التائه؟ ابو هاني ما عرفش يجاوب، والخيارات كان بده يروح منك ما ظبطنش. اسمع، علي محمود طه. علي محمود طه، علي محمود طه هو الشاعر اللي اطلق عليه الملاح التائه. بس احنا ما بدنا نتوه بكفي تايه، احنا تايهين خلقة ربنا، فعشان هيك بدنا ندلع الطريق، احنا لا بدنا خارطه ولا ما يحزنون. طيب، هاي هديتك من عصير تايم، قسيم شرايب بكم 50 شيكل، شو بتحكي له؟ كل عام وانت بخير، رمضان كريم وللامام ان شاء الله. عمرك سمعت بهالنهر تاجة؟ تاجة من جبال كونكا. كونكا؟ كونكا. وين هذا؟ من وين؟ في أي بلد؟ هسا احنا شو أكثر شيء بنحب في عالم الرياضة؟ مين؟ أي فريق؟ منتخبين؟ يعني كرة القدم؟ مين؟ هم من ليفربول و لا لا لا، أنت إنجليزي بحت. احنا دائما بنحب مين؟ دائما بنعمل طوش، حتى من كانت البعض مكان وريال مدريد. ريال مدريد. جبال كونغا وين؟ في اي بلد؟ اسبانيا. 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 هاي من عصير تايم بجنب البابايز. الحلوه، واحنا حبينا هالاجواء نكون معاكم مشاهدينا ومتابعينا. فعلا رمضان غير، رمضان غير في جنين، رمضان غير في جنين. هلا بدي اسالك سؤال وتجاوبنا عليه. بتعرف شو عاصمة فلسطين؟ قدس. مبينة، مبينة قدس، من بينة. شو؟ قدس. متأكد؟ ولا مبينة، مبينة. طيب بتعرف أول زعيم لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ وكالتي سودة. يا مالك. أبو مالك. خلص. شكيري. شكيري. متوكل على الله. متوكل على الله. طيب ومين الشهيد الرمز؟ الشهيد الرمز ابو عمار. ابو عمار. هاي هديتك من عصير تايم عند البابايز، شو بتحكي لهم؟ وين هاي؟ عند البابايز، مطعم البابايز. وين البنك الوطني؟ هناك بهذيك المناطق. قول وين عصير تايم، بتلاقي كارما كبيره بتجنن. وراح تشرب عصير وتروق. وتنبسط على عصير تايم. يكفي انه وكاله كويتيه، واحنا الشعب الكويتي والكويت واقفين معنا. انا بحيي الشعب الكويتي. شو بدك تقول لهم يا اخوي لعصير تايم؟ شكرا لهم على جهدهم اللي بقوموا فيه. اشكرك. كل عام وانتم بخير. جاهز البطاطات مش هيك اتفقنا؟ ولا يهمك. طيب شكرا. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا ومتابعينا بنشكركم على وجودكم معنا. رمضان كريم، صوما مقبولا، افطارا هنيئا، وتقبل الطاعات. دائما معكم عصير تايم عشان تروق حالك وتذوق شيء مميز في عالم العصائر.
فقط عصير طيب. اشكر زميل مراي الكاميرا عبود الزغلول ومن وكمان محمد عناني كان رافقنا بهالرحله الحلوه، ومني انا منتصر عناني. لا تنسوا عصير طيب في مدينه جنين بجانب مطعم البابايز، روحوا جربوه ما بتنسوا عصير طيب، خلي عيونكم عليه. الى اللقاء.